يقطعونا الساكن. احنا دار بينا القصير من هكم نوك ولينا نخير فينا ساكن الفوق باينين فوق البرارك. ايوا اللي عنده 5 دراري و6 دراري في غيسكن يلا في غنسكنوا. احنا ولينا باركين معيشة ضايعة ما خدامين كل شيء بارك الدري بارك الدري باركين هنا باركة. خرجنا نبيع ونشري وجروا علينا. احنا السكن عيان نعيش عيانة مع كورونا كل شيء بارك دابا. بهذه الكلمات تحدثت أم عائشة والتي تختزل في تصريحها معاناة المئات من ساكنة الدواوية جماعة المنصورية الذين يطالبون بسكن لائق يحفظ كرامتهم. فمن يقف في وجه تحقيق هذا الحق الدستوري لأزيد من 2700 أسرة تقطن بالدواوير الصفيحية المتناطرة في تراب الجماعة؟ بطبيعة الحال هذا الملف اللي عمر طويلا ما عرفناش شنو السبب ديال التأخر ديالو لهاد المدة. جميع المساطير اللي ممكن نتخذوها كمجلس ولا كمجتمع مدني ولا كسكان تاخذناهم. درنا عده مسيرات، مسيرات نضاليه، جلست معنا السلطه والمجلس وكاتبات هي بالدور ديالهم. واحد المجموعه من الجمعيات ديال المجتمع المدني داروا لقاءات مع الوزيره المكلفه بالاسكان. درنا واحد المجموعه ديال اللقاءات مع السلطه الاقليميه على راس السيد العامل. في المجلس دوزناها دازت في نقطه في جدول الاعمال وكان ممثل ديال الوكاله الحضاريه اللي هي اللي رافعه الفيتو على هاد الملف اللي كنجهلوا السبب علاش انها الوكاله الحضاريه رافضه انها يعني تاشر على هاد المشروع. بطبيعه الحال كنحملوا المسؤوليه للوكاله الحضاريه لان هي المسؤول الاول عن عدم اعاده اسكان ديال جميع دواوير جماعه المنصوريه. بان الا جيتي تشوف غتلقى جميع الدواوير كتعاني واحد التهميش لا من حيث السكان لا من حيث المواصلات لا من حيث البنيه التحتيه، وهذا راجع لعدم الايواء ديالهم. بالنسبه لهذا الملف اللي هو عمر طويلا فكيبان لي على ما يبدو بانه متوقف الان، والسبب ديال المشكل اللي كاين هو يعني معارضه ديال الوكاله الحضاريه اللي كتعارض يعني منح ترخيص لازم لإقامة هذا المشروع ألا وهو إعادة إسكان دور صفيح اللي كيعاني واحد المعاناة اللي هي كبيرة بزاف. اتهامات بعض المنتخبين والفاعلين الجمعويين في جماعة المنصورية التابعة لإقليم بن سليمان للوكالة الحضري للدار البيضاء بعرقلة مشروع إعلان المنصورية مدينة بدون صفيح جاء بعد تسجيل الوكالة لموقف رافض داخل اللجنة المحلية للاستثمار قصد إنجاز مشروع المنطقة الجديدة للتعمير بالمنصورية، وهو ما أثار غضب ساكنة الدواوير المنصورية. المبرر هو المؤسف، كيقول لك هذيك المنطقة ديال لازين ريزيرف استراتيجيك ومشات في هذيك الوثيقة ديال التعمير يلاه بقات في الفقرة الأولى، ما شافتش الفقرة الثانية. الفقرة الثانية اللي كتهضر على أنه هذيك ريزيرف استراتيجيك يعني ممكن دار فيها مشاريع اجتماعية، وهاد إعادة الإسكان أشمن نطاق غادي نديروه؟ الناس راه زايدين هنا، كابرين هنا، وباغيين يبقاو ساكنين هنا، راه ما يبقاوش يقلبوا ليهم على شي بلاصة أخرى فين غادي يمشيو يديروهم. بأن كاين أراضي فارغة هنا في المنصورية، كاين حلول فين يسكنوهم، خاص غير الوكالة الحضرية دير المبادرة وتاخذ الموضوع بجدية. نظرا لتوفر الوعاء العقاري اللي هو كما تلاحظون أمامكم فهو موجود، ولكن حنا كنخافوا إلا تجي شي أيادي وتاخذ لنا هذا العقار من يدينا وتفوت علينا الفرصه باش ما يمكنش لنا نكون اعاده ديال الاسكان ديال هذا الساكن. فبالنسبه للغاضبين فان تاشير الوكاله الحضريه للدار البيضاء على طلب تعبئه العقار العمومي من شانه ان يضع حدا لاشكاليه الدور الصفيح بجماعه المنصوريه، ويجعل الاسر المعنيه تستفيد من مشروع اجتماعي يدخل في اطار توفير السكن اللائق للمواطن الذي يعتبر حقا دستوريا. هاد جماعة المنصورية عندها واحد جاذبية خاصة من الناحية اللي باغي يسكن فيها، وجاذبية خاصة لهاد
المنعشين وايضا اللي باغي يستولي على الاملاك المخزنيه. راه واحد الوقت ما غاديش نبقاو نلقاو فين ندفنوا حنش ديال الاملاك المخزنيه، وما دام انه كاين الاملاك المخزنيه وكاين ديال يعني الارض ديال السوجيطه ديال هذاك، علاش ما عرفناش علاش لما نخلينا هذه الارض؟ انا حنا كان عندنا واحد اللقاء مع السيد الوزير السابق ديال وزاره الاسكان معيه رئيس الجامعه وبعض الممثلين ديال المجتمع المدني، وليست هناك اي مبرر، المبررات واهيه، كيقولوا بان هناك يعني مازال شوفوا شي عقار يعني في المنطقه ديال التعمير، ولكن هذه منطقه استراتيجيه خاصه لهذا المشكل ديال اعاده الاسكان اللي هو استراتيجي، والناس راهم في واحد المحنه كبيره. جماعه المنصوريه اضحت اليوم قبله للعديد من المشاريع العقاريه، لدرجة أن أراضيها تسيل لعاب العديد من المنعشين العقاريين، كما أن فتح ملف محاربة صفيح بالمنصورية من طرف القيادة الجديدة للوكالة الحضرية بالبيضاء من شأنه أن يعطي نفسا جديدا من أجل إخراج مشروع المنطقة الجديدة للتعمير، لا سيما أن الجميع يؤمن اليوم أن محاربة السكن الصفيحي هو أساس الإصلاحات الاجتماعية. راه قالها صاحب الجلالة محمد السادس ديالو في خطابات بزاف، راه الأول والأخير هو المواطن. هاد الناس إلا ما وفرناش لهم سكن يليق بالإنسانية وبالكرامة هذاك، لمن غادي نخليهم؟ لمن؟ اتقوا الله في هاد المواطنين، اتقوا الله في هاد المواطن. ولكن الى ما دخلش الحل في هاد الوقت هذا، راه كيبان لي بان غادي يتزاد تفاقم الامور وغادي صعب باش تكون هاد العمليه. لذلك احنا كنطالبوا كنناشدوا السلطات العليا باش يساعدونا في هاد الحل ديال هاد المشكل هذا.